مرحبا، أنا أخصائية تغذية دانا بردقجي فاعوري. اليوم رح نحكي عن الموز وعلاقته بنظام الغذائي للأشخاص اللي عم بيحاولوا يعملوا كمال الأجسام. دائما إذا بتنتبهوا للأشخاص اللي عم بيحاولوا إنهم يبنوا عضلاتهم بشكل أكبر، نظامهم الغذائي دائما بيحتوي على الموز. الاحتواء على الموز ما إجا من فراغ، وإنما لاحتوائه العالي جدا على البوتاسيوم والمغنيسيوم. البوتاسيوم بيساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة، وبنفس الوقت بيقلل من ضغط الدم بالمجمل، والمغنيسيوم كمان بيساعد على حركة العضلات الإرادية بشكل منتظم جدا. احتواء الموز على السكريات البسيطة بشكل نوعا ما كبير بالنسبة للفواكه الثانية بتأهله دائما انه يكون مصدر جيد للسكريات قبل التمرين. فعشان هيك احنا دائما بنقول اختيار الموز بيكون جيد لهدول الأشخاص، لانه بيساعد على حل بعض المشاكل بنحاول نتفاداها من استعمال مواد أخرى، خصوصا لأصحاب كمال الأجسام. احنا دائما بنقول لهم تابعوا مع أخصائيين تغذية ليشرحوا لكم بالضبط عن كميات الأكل وأنواع الأكل المفروض تتناولوها خلال فترة التمرين.